أنا تاج العلاء في مفرق الشرقي ودر عدوه فرائض عجبي. I'm the crown of the highness in the east and the demons with me nickels. إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. My glory in the vast is great. Who has my glory and my power? أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعد. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعد. If God won't be this, you'll not see air stresses his head again. ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله كل ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي. No one shot me and still good. Since all time God carried me as my soldier. ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي. حامي مصر عبر آلاف السنين لن نكفر به. آمين. آتوا يمد يده بالخير للجميع بأذرعه الممتدة حول قرص الشمس. آمين. آمون يا حلوين يا بلاد الحلال يا طيبين يا سادة يا محترمين. هيوفر كل حاجة للملايين، شيبسي وبسكويت والبان وشوكولاتة كمان وبامبرز للأطفال الصغيرين. آمون 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 بيتكون آمون آمون. آتوني يا إخواني، هيوفر السكر والشاي واللحمة الضاني. آتون هو الحل. آتون هو الحل. أي نعم، هتشربوا شاي بفتلة أفغاني وشاي هندي من كلكتة، واللي مش هيسمع الكلام هنحلق له طلبات. أما في الآخرة يا أهلي وعشيرتي الخير كتير كتير. آتونية 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 آتونية. يا عباد آمون
ابشروا بامون. امون يعدكم في العالم الاخر بكل طيب وشهيد. انصروا امون، كونوا معه. امون يرعاكم. يا عباد اتون، انصروا امون. انصروا امون. الدين لله والوطن انا وانا للجميع. بلاش اضيع، ما ضيعونيش من بين ايديكم. طول عمرنا ايد واحده، دمنا واحد والنيل بيروينا، وطول ما قلبنا على بعضنا محدش هيقدر يمسنا. طول ما قلبنا على بعضنا محدش هيقدر يمسنا. طول ما قلبنا على بعضنا محدش هيقدر يمسنا. ما تخافيش، انت شرف، انت عرض. والجند اللي من غير شو شرف وارض هيعيش من تاني ليه؟ اطمني وما تخافيش، مصر عايشة وبإذن الله هتعيش. الأرض والشعب ملك أمون. أتون أهم من الأرض والشعب. شعب مصر ما هو وعشان أرضه ياكل الحديد. اوعى تفتكروا إنه ممكن في يوم أخضع لحد. شعب مصر شعب واعي، شعب تبقى عمره فاهم بجد. اختلافنا هو الممر اللي من سنين بيحاولوا يحفروه. إحنا هنموت لو افترقنا. إحنا في مركب واحد. ايوه احنا في مركب واحد، ولا يمكن اسمح ان المركب دي تغرق. مش لما تلاقي بنزين تدورها الاول. يا شعب اتون، ايه الشعب جاي بره ولا ايه؟ اقتلوا الخونه الانقلابيين. يا جماعه امون، دافعوا عن الهكم. نفسي في وطن، نفسي في وطن زي شحة الفجر الجاني بلا أي بلا مستحيل. نفسي في وطن الحب اسمه كنيته، نفسي في وطن الحب اسمه كنيته، العدل رأيته، العدل رأيته، تراطيل صلاته سجدته. نفسي في وطن، نفسي في وطن. ما كانش ممكن نسكت ونسيب الوطن يتقطع حدوده. حافظوا على بلدكم، اتوحدوا، خلوا عيونكم دايما عليها. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. واتجوزت مصر المكنكه وقالت كلمتها. الدين ما بيفرقش بيني وبين ولادي. العسكريه المصريه هي الحارس الامين على البلد من ايام خور محب. خور محب واحمس طاهر البكسوس والملك سيتي الاول. سيسي؟ لا سيسي ايه، هتودونا في داهيه. الملك سيتي الاول. سيتي كان ملك وقائد عظيم، لكن للاسف التاريخ ما تروح. ياه، وكان التاريخ بيعيد نفسه. ايوه التاريخ بيعيد نفسه. ايوه التاريخ بيعيد نفسه. سيد القائد، سيد القائد. ايوه يا ابني. مملكه قادش زرعت عناصر ارهابيه في صحراء سيناء، واستعانوا ببعض البلدو في ترويع السكان، وبيحاولوا يسيطروا على المنطقه ويضمهم الكهنه. مولاي حفروا قبرهم بايديهم. ما تنساش يا مولاي ان صحراء سيناء كلها كهوف ومغارات. الكهوف والمغارات دي هتكون قبورهم، وباذن الله مصر مش هتركع قدام الارهاب وترويع الشعب. مملكه قادش بتحاول تاثر على بدو سيناء بالمال وبترهبهم باسم الدين، يعني ارهاب مستتر ورا الدين.
وبيقولوا على مصر دولة كافرة. مصر كافرة؟ هنديهم دروس بالحرب والدين، ونعرفهم ان مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مصر ايه ده؟ فين القصر؟ مفيش قصر يا مولاي، الرجاله هربوا وكانوا مصدرين الستات في الصفوف الاولى يا مولاي. الارهابي طول عمره زمان. الرحمه يا مولاي، انا مش معاهم، انا ظروفي صعبه، تغلوا فقري والا تعيش على دماغهم معاهم. وانا يا مولاي ادوني كيس من المال عشان اكون معاهم، وانا كنت محتاجه المال. واضح من ملامحكم انكم مصريات. ايوه يا مولاي احنا مصريات. يعني بعتوا مصر وجيش مصر عشان خاطر المال. يعني كل واحد يا اولاد بلده ما تدوش اللي هو عايزه يقوم ياخدها. الشيطان يا مولاي. ايوه يا مولاي هو شوشو. طب خدها يا شوشو. هما كانوا بيدوكوا المال ده عشان يستخدموكوا دروع بشريه وبس؟ لا يا مولاي، كان في حاجات تانيه. زي ايه؟ الطبيب والغسيل. وايه كمان؟ والترفيه عن المجاهدين يا مولاي. طب فيه ايه؟ بطل الكذب بقى. دخل سلاح. احكي العيد يا مولاي، كل سنه وانت طيب. افرجوا على الاسيرات. بجد يا اخويا؟ يا اخويا؟ ايوه يا اختي. سمعت يا بنت؟ دول مصريين وكان مضحوك عليهم. علموهم يعني ايه كلمه وطن. علموهم يعني ايه يبقى الوطن. لازم يعرفوا ان مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. اه والله ده كان بسيسي صحيح. القائد ليك الاول حارب الفقر والجهل ونشر العدل في البلاد. وعاشت مصر عصور مليانه حروب. الكل كان جمعان فيها وفخرها. لكن جيشها كان واقف دايما بالمرصاد. ايوه جيشها واقف دايما بالمرصاد. احتلها الاشورين وحررها بسمته. احتلها الفرس وحررها امون حرب. احتلها البطالمه والرومان والمماليك والعثمانيين. والانجليز والفرنساويين وغيرهم كتير. وتفضل مصر مقبرة الغزاة. وتفضل مصر مقبرة الغزاة. الله الله يا نور النبي. الله الله يا دين النبي. الله الله يا نور النبي. الله الله يا دين النبي. على عيني على عيني ما تصلوا على النبي. على عيني على عيني وصلوا على النبي. جيشنا العظيم يا ما قالوا عليه. الله الله قام الوطن ولا يعلى عليه. الله الله جيشنا العظيم يا ما قالوا عليه. حام الوطن ولا يعلى عليه. مسلم مسيحي عباد ربنا. المصري دايما في السماء. مسجد كنيسة بيوت ربنا. على عيني على عيني دي أروع ملحمة. الله الله يا نور النبي. الله الله يا دين النبي. الله الله يا نور النبي. الله الله يا دين النبي. على عيني على ومره مملكه وبرضه بتقاوم الفقر والذل والاستعباد. ويحاولوا مجموعه من المتاجرين باسم الدين تاريخ الثوره المصريه الغلابه سنه 52 ويرفعوا شعاراتهم المكرره والمعروفه. وتاني التاريخ بيعيد نفسه. ايوه التاريخ بيعيد نفسه. اسلاميه 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 اسلاميه. ايه يا عم انت وهو كلنا مسلمين واحنا كفره؟ اللي مش من جماعه يبقى كافر وليبرالي وعلماني ومتعفن.
نجس وبياكل خنخاخي وبيشرب بيبس. طب الاول قولوا لي يعني ايه علماني؟ ويعني ايه ليبرالي؟ علماني؟ علمانه دي يعني كاف. ليبرالي يالا ليبرالي؟ ايوه ليبرالي. ليبرالي؟ اقرب لا يعني اقرب لها انت ليبرالي يعني يعني بتاع موزس يا بيبي. غلط. العلمانيه هي الفصل بين الدين والدوله، والليبراليه هي حريه الفرد ما دام متوافقه مع قيم المجتمع، يعني انت حر ما لم تضر. يعني راجل الدين يبقى بتاع دين، وراجل العلم يبقى بتاع علم، وراجل الحرب ياخد قرار الحرب. لا هذا خف بالروح بنت نفديك يا اسلام. اخواتنا المسيحيين يعملوا ايه؟ يدفعوا الجزيه. بس دول اخواتنا من الوطن وهمهم يهمنا ويدفعوا ضرايب زيهم زينا. الجزيه غير الضريبه. الحوار عمره ما كان بالسلاح. ممكن نختلف من كل واحد راي، بس ما نتقتلش. ما فين بقى حريه الراي؟ دور عليها عند خالتك دي حريه كافره معجنه. عليكم الله على هذه الحرية والإباحية. إباحية إيه يا عم؟ هو في حد قتلت الإباحية؟ ده خلاف عن مسار الإسلام والإسلام عمره ما قال كده. أتسبون الإسلام يا عبيد العسكر؟ يسبون الإسلام؟ أي نعم. يا ولد ديك الكلب وعمل وعلى الإسلام. هنولح مصر. يا مصر. يا هدي في الدين وغنوتي عريق. أنا ابنك حقيقي عشق أمل وطريق نقشك على زنودي بيارق مصر مهما تدور الدوائر مهما تدور الدوائر الكل فاني الكل فاني وانت اللي بقى يا مصر. مسيح ابن الماضي بأعلى صوت بنقولها قرارنا الأخير لو حولوا الأرض لقمر لو حولوا الأرض لهيب لو حولوا الأرض لقمر لو حولوا الأرض لهيب هنموت ويفضل رمزنا.